الحقيقه الشوط الاول ما كانش كويس، كان فيه كذا لعيبه بعيد عن مستواها الحقيقه. الحمد لله رجعنا ودخلنا بعض العناصر اللي هي كانت كنا مريحينهم، حوالي 5 6 لعيبه نزلوا. بعد كده الشوطين الثاني والثالث كسبناهم بسهوله جدا، اللعيبه نفذت، ركزت على السيرف بتاعها، ركزت على البلوك، قفل زوايا الضرب على فريق دجله، يعني نفذوا كل اللي مطلوب منهم الحقيقه، فكسبنا بسهوله جدا يعني. في بعد كده يعني لا كنا عارفين انه هيأدي اداء قوي، لان دجله في الدور الاول ما لعبش بكل الفريق كامل، كان عنده 3 4 لعيبه مريحين، بالذات في مباراه الزمالك كان في الاولانيه كان مريح 3 4 لعيبه. النهارده جاي فول تيم وجاي مركز، عاوز يقدم مباراه قويه لا فريق قوي، فريق دجله مش وحش، فريق كويس، عنده لعيبه شابه كويسه ولعيبه قويه، والنهارده كان مركز قوي انه يعمل ماتش قوي قدام النادي الاهلي. اكيد طبعا اللي جاي صعب، الماتشات بتتصعب، المستويات السنه دي عاليه جدا عندنا في مجموعتنا، في الاهلي والزمالك والزهور ودجله كويسين، المجموعه الثانيه في سبورتنج والسيد والشمس وسموحه، يعني ما تقريبا في 8 فرق قويه جدا اللي هم صعدوا عندهم مستويات كويسه، والدور الثاني هيبقى كويس ان شاء الله باذن الله. اولا الله يبارك فيكي. تاني حاجه، احنا في الاول بدايتنا ما كانتش قويه، كنا لسه مش داخلين في مود الماتش، ابتدينا ان احنا بعد كده فوقنا في الجيم الثاني والثالث، ابتدينا ان احنا نلعب عليهم كويس قوي، عرفنا اخطائنا، كابتن حمدي من بره تعليمات وارسالاتنا كانت هي تقريبا السبب ان احنا نعدي الجيمين دول. الجيم الاخير ابتدوا ان هم برده يخشوا معانا، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب عليهم في الاخر الحمد لله. بالنسبه لنا هو في الدور الاول ما كانش ماتش صعب كده، كان 3-0 ماتش، ما كانش صعب كده، بس كنا فاكرينه زي الاول وكده وبدين الماتش عادي وكده. بعدين ابتدينا ان احنا يعني ندخل بقى في مود الماتش، لا الماتش كويس، يعني السكورات اهي 25-9 25-7، يعني قدرنا ان احنا يعني نتغلب عليه. اللي جاي طبعا اصعب، احنا دلوقتي ده ادوار تمهيديه، ماتشات لسه مش محسوبه، بناخد بس اول 4 فرق في المجموعه. بعد كده هنخش ان شاء الله في كاس السوبر في اول الشهر، بعد كده بقى هنكمل الدوري، واحده واحده ان شاء الله نقدر ان احنا نعلي مستوانا واحده واحده، وان شاء الله نقدر نتغلب على البطولات كلها ان شاء الله. طبعا احنا دلوقتي في السيزون ده اي فرقه طبعا بنعمل لها حساب، اي فرقه بتكون كويسه، كل الفرق كل الناس طبعا شايفه ان الفرق بقت كلها كويسه، فيمكن احنا بدايتنا ما كانتش احسن حاجه، بس قدرنا كابتن حمزي ادانا تعليمات وركزنا في اللي هو قايله بالظبط، ولما نفذناه بصراحه الموضوع فرق جدا. وبعد كده بقى الشوط الرابع ده كان برضه رايح جاي يعني شويه، فقدنا تركيزنا، بس قدرنا الحمد لله ان احنا نحسمه في الاخر. هو قال لنا ان احنا نركز على لعبنا، في حاجات معينه في اللعب لازم نركز عليها، احنا لما بنخش في اول جيم ما ركزناش خالص على التعليمات دي، فما قدرناش ان احنا اصلا حتى نلعب كويس، بس لما ركزنا بالتعليمات اللي هو قالها قدرنا نفوز يعني بسهوله الحمد لله.